يقول: هل ما ينتاب الإنسان المؤمن من هموم على مستقبله في الرزق وغيره، هل ذلك يكون قادحا في التوحيد؟ نعم، توكل على الله، يحسن الظن بالله ويعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يكون عنده وساوس من المستقبل وسوء ظن بالله وإلى آخره. يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويعمل الأسباب، أسباب الخير. نعم.